هواها مصري على راديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، وزي ما دردشنا مع بعض في بدايه الحلقه عن الساده الموظفين اللي هيتم نقلهم للعاصمه الاداريه، قلنا اكيد ان في خطه موضوعه عشان تدريبهم، لان احنا قلنا ان طبيعه شغلهم هتختلف عن باقي الوزارات او باقي القطاعات اللي هم شغالين فيها دلوقتي. لما يتنقلوا للعاصمه الاداريه هيبقى في تطور في ادائهم وتطور في التكنولوجي اللي هيستخدموها، فلازم يبقى في شكل من اشكال التدريب، واعتقد ده حصل خلاص داخل الجهاز المركزي للتنظيم والاداره. وزي ما قلت لحضراتكم، طيب هل في من الوظائف الحكوميه اللي ممكن بيبقى محتاجين بعض المسميات الوظيفيه؟ يعني مثلا وزاره الري، وزاره الزراعه، وزاره التربيه، محتاجه بعض المسميات الوظيفيه. طب هل دي بيتم التعيين فيها ازاي؟ وهل هو هيبقى تعيين ولا عقد؟ التفاصيل دي هتتم ازاي؟ ترقيات برضو من الملفات المهمه جدا واللي كان بيشوبها بعض الشبهات زمان، ولكن مع وجود الجهاز المركزي للتنظيم والاداره ووضع طبعا شروط ووضع اليات فيها مزيد من الشفافيه، فبتدي احقيه وبتدي حقوق كل من السادة الموظفين. الجهاز المركزي لتنظيم الإدارة يمكن من الأجهزة اللي بتعمل في صمت طول الوقت، ولكن شغلها كتير جدا الفترة اللي فاتت. حبينا نلقي الضوء عليه ونفهم بعض التفاصيل لبعض النقاط اللي الناس بتتكلم فيها، سواء تدريب الموظفين زي ما قلت لحضراتكم، او لو حد عايز يقدم على وظيفة حكومية بيقدم ازاي. خلينا نروح لدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. يا دكتور مساء الفل. مساء النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين أحمد، إيه السادة المشاهدين، وبشكر حضرتك وبشكر كمان يعني العباد الجميل اللي عند حضرتك والمستعدين لكل شيء. أنا عارف إن هو تعب مع حضرتك الإعداد تحديدا، إن حضرتك ما عندكش وقت طول الوقت، وبشكرك إنك استقطعت وقت من وقت حضرتك عشان تكون موجود معانا نشرح للناس كتير من التفاصيل لشغل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. اشكرك جدا لاستضافتي يا فندم. نخش على التدريب الساده الموظفين للعاصمه الاداريه. بفتكر كنت مع سياده الرئيس في افتتاح العاصمه الاداريه وقال احنا مش بنعزل، فاذا الساده الموظفين دول مش هيجوا من مكاتبهم هنا يروحوا المكاتب هناك، ده لازم في اداء وشغل مختلف تماما هيشتغل عليه الجهاز المركزي للتنظيم والاداره لتاهيل الموظفين دول ان هم يكونوا بقى في مقراتهم في العاصمه الاداريه. انا فاهم صح؟ مظبوط يا فندم، مظبوط. احنا فعلا زي ما فخمت السيد الرئيس قال احنا مش بنعزل، صحيح، علشان يبقى ده تطبيق فعلي، لان احنا مش بنعزل، مفيش، مش هناخد معانا لا مكاتب من المكاتب القديمه ولا كمبيوترات من الكمبيوتر القديمه ولا اي حاجه من الحاجات اللي موجوده حاليا. تمام. انت رايح على بيئه عمل مختلفه تماما، رايح على اساس مختلف، رايح على مباني مختلفه، رايح على اجهزه جديده كلها، رايح على شبكات متوصله مع بعضها، رايح على تيرن ستايل في بوابات بتدخل بيها للمقر الحكومية، رايح على بيئة عمل فعلا يستحقها الموظف المصري ويستحقها المواطن المصري. تمام. بيتم تدريبهم، بحب انا اسال في التفاصيل دايما وخاصه مع حضرتك، لان انت بالنوع اللي بيشتغل بخطه واستراتيجيه مش بشكل عشوائي. مين اللي هيدرب الساده الموظفين دول من داخل الجهاز؟ هل هم فعلا ناس تم تدريبهم عشان ياهلوا الساده الموظفين دول؟ طيب خليني الاول اقول لحضرتك الاول احمد بيه، نشرح للناس خطة التدريب نفسها وبعدين نتكلم على مين اللي بيدرب. تمام. او احنا في اطار شرحنا نشرح مين اللي بيدرب. تمام. احنا عندنا اربع حزم من البرامج التدريبية بيتدرب عليها السادة المرشحين من الزميلات والزملاء للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة. تمام. اول حزمة من البرامج بنسميها اساسيات. تمام. اساسيات دي فاونديشن لا غنى عنها لاي موظف حكومي، حتى ان شاء الله باذن الله في المراحل القادمة احنا هنشتغل في المجموعة دي من البرامج، ان احنا ندرب بقى بقيه الموظفين كلهم ان شاء الله. تمام. الاساسيات دي البرامج الاساسيه اللي بيتدرب عليها كل الساده المرشحين. هي. طيب الاساسيات دي فيها ايه؟ بياخدوا فيها ايه؟ بياخدوا فيها حاجه عن الدوله المصريه. بياخدوا فيها مؤسسات الدوله المصريه. بياخدوا فيها حاجات عن المشروعات القوميه الكبرى التي تتم داخل الدوله المصريه. تمام. بياخدوا فيها استراتيجيه مكافحه الفساد. بياخدوا فيها استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. بياخدوا فيها الأمن القومي المصري، وبيدرس في الأمن القومي المصري كل أساتذتنا الخبراء والمتخصصين من أكاديمية مصر العسكرية. هايل. بياخدوا فيها حاجات عن إدارة التغيير. ليه هتقول إدارة التغيير؟ لأن دي النقلة النوعية اللي هينتقلوا من إلى. صحيح. هي فعلا فعلا مش بنحل. طيب التدريب ده مين اللي بيقوم بيه وبينفذه بقى؟ بينفذوا معانا تماما الاكاديميه الوطنيه لمكافحه الفساد التابعه لهيئه الرقابه الاداريه. هايل. كل اللي بيدربوا فيه خبراء وطنيين على اعلى مستوى. انا عايز اقول لحضرتك بنسبه الرضا على اعلى ما يمكن من الساده المتدربين، سواء عايز اقول لحضرتك من السواقين زمايلنا وزملائنا في الجهاز الاداري للدوله لغايه الدرجات القياديه العليا داخل الجهاز الاداري. هايل. التدريب ده بيتم واحنا دربنا يعني اعداد كبيره جدا جدا في هذا التدريب. احنا ال- ال- ال-
الجزء ده شغالين فيه، وبعدين المجموعة الثانية بقى أو الحزمة الثانية من البرامج بنسميها القدرات. القدرات دي أول حاجة عملناها نعرف مع الوزير. استاذنك الصوت بعد شويه استاذ حاج، ممكن نرجع المكان اللي كنا فيه تاني؟ هايل كده تمام اتفضل. هاي الجدارات احمد بيه دي عملناها ازاي؟ استعنا بمجموعه من اساتذتنا في علم الاجتماع هايل، وقلنا لهم ايه هي السمات اللي المفروض تبقى في الموظف المصري العصري. هايل. اساتذتنا في علم الاجتماع ادونا 13 سمه. استعنا بمجموعه من اساتذتنا في علم النفس. هي. كنا اطلعنا على التجربة الهائلة جدا جدا في مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية التابع للقوات المسلحة، عندهم مركز تقييم في على اعلى مستوى. هي. فاحنا عملنا مركز تقييم للموظفين المدنيين موجود واصبح موجود، والامتحانات فيه كلها مميكان. لما الزملاء بقى سألناهم ايه هي السمات طلعوها لنا، استعنا بمجموعة من اساتذتنا في علم النفس عملوا بطاريات لقياس مدى وجود هذه السمات لدى كل واحد من الزملاء والزملات المترشحين من ال 13 سمه اللي حطوه بالظبط كده. هي. فطلعنا بعد كده كروت تدريبيه. اي حد نجح في السمات دي خلاص مش هياخد عليها تدريب، او لو انا محتاج بقى يعني دعم هياخد التدريب. ففي الزملاء والزملات بيتدربوا دلوقتي على السمات دي. تمام. طيب المجموعه الثالثه او الحزمه الثالثه من البرامج اللي هي الحزمه التخصصيه. التخصصيه بمعنى انا دلوقتي تخصصي علاقات عامه. تمام. طيب وزميلي اللي جنبي في المكتب الفني، زميلي اللي جنبي في الاداره الاستراتيجيه، زميلي اللي جنبي في الموارد البشريه، زميلي اللي جنبي في الاداره الماليه، زميلي اللي جنبي كله حسب تخصصه بقى. كله حسب تخصصه. فاحنا بنجيب الزملاء دول كلهم من الوزارات بيتدربوا على التدريب التخصصي ده. الزملاء على سبيل المثال اللي في السكرتاريه التنفيذيه لمكاتب الساده الوزراء والساده رؤساء الجهات والهيئات المختلفة المنتقلة للعاصمة بياخدوا تدريب بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي. الزملاء اللي شغالين في التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم بياخدوا تدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. طب الزملاء اللي شغالين في الإدارة الهندسية وإدارة المركبات، والزملاء اللي شغالين في الإدارة المالية بياخدوا تدريب بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الخدمات الحكومية. وهكذا تدريب مع الكاونتر بارت. التدريب في إدارة خدمة المواطنين بنعمله مع منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمركز دعم واتخاذ القرار. وهكذا. ففي تنسيق كامل تماما ما بين كافة العاملين في منظومة التدريب في هذا الشأن. تمام. وكافة الجهات الحكومية. الحزمة الرابعة من التدريب أحمد بيه هي الحزمة المتعلقة بالتطبيقات. زي ما حضرتك ذكرت احنا رايحين على منظومة عمل مختلفة هناك. طبعا. التطبيقات اللي هنستعملها اللي هي الابليكيشنز بقى طبعا محتاجين تدريب عليها. صحيح. فهنا بيتم التدريب من خلال اداره النظم المسؤوله عن تطوير هذه التطبيقات، اداره النظم التابعه للقوات المسلحه، والتدريب تم ايضا للزملاء المسؤولين عن هذه المنظومات. فاذا نحن نتحدث عن اربع منظومات للتدريب، بنتكلم على حزمه اساسيات، بنتكلم على حزمه الجدارات، بنتكلم على حزمه التخصصات، بنتكلم على حزمه التطبيقات. اللي انا فهمته مع الوزير من الاربع تخصصات دول انتم مش بتدربوا الساده الموظفين تدريبات عمليه بس، ده انتم كمان بتنموا مهاراتهم الشخصيه لكيفيه التعامل مع المواطن، ودي مهمه جدا يعني لقطها في الاربع حزم. واهم حزمه صراحه عجبتني هي الحزمه الاولى اللي فيها الاساسيات، انك تعرفوا اصلا بهدف الدوله سواء استراتيجيه 2030 او سواء المشروعات، عشان هو كمان يتكاتف مع الدوله ومع الحكومه عشان يبقى عارف هو دوره ايه ورايحين فين. نعم. عارف ببساطة كده برضو أحمد بيه، خليني يعني أأكد على حضرتك قلته، لأنه كلام حضرتك جميل جدا في هذا الشأن. هو بيعرف يا فندم ماذا جرى في مصر في الأعوام السبعة الماضية. صحيح. ببساطة كده بيشوف إيه اللي حصل في بلده. إزاي بلده بقت ليها مراتب عالمية في حاجات كتير من الملفات. فمهم جدا جدا يبقى فخور بما يحدث في بلده في تلك الفترة. طبعا طبعا. فبرامج فعلا مهمه جدا جدا زي ما حضرتك ذكرت. هل بقى يا فندم الموظفين دول اللي تم ترشيحهم من الوزارات المختلفه، ولا في موظف هو ممكن يجي يقدم على التدريب؟ لا يا فندم، ده اللي تم ترشيحهم من الوزارات المختلفة. صحيح مظبوط يا فندم. طيب العدد المرشحين من الوزارات المختلفه كام؟ احنا كان 40,000 اللي هينتقلوا. طيب عدد اللي ضربناهم حتى الان، هنا مش بنتكلم بقى كواحد كمستفيد بقى، احنا بنتكلم في 58,955
تمام 58,995 اللي تم تدريبهم حتى الان حتى اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها. هتيجي تقول لي طب ما هو دول اكتر، صح. ما انا قلت لحضرتك ما هو ال 40,000 خدوا الاساسيات، ال 40,000 بياخدوا الاساسيات صح؟ تمام. وبعدين بياخدوا الجدارات، بقى في ناس ممكن تبقى عنده جداره واحده صحيح محتاج ينميها، بس واحد تاني ممكن محتاج ال 13 جداره انه ينميها، مظبوط؟ طبعا. وبعدين التخصص وبعدين التطبيقات. فالعدد اللي تدربوا فعليا انا بتكلم في 58,995. نعم. طيب من ضمن شغل حضراتكم برضو لمحت انشاء بوابه للوظائف الحكوميه. المعلومه اللي عندي ان مفيش تعيين في الوظائف الحكوميه، هل ده بيبقى شكل من اشكال التعيين ولا ده شكل من اشكال العقود مثلا لوظائف بتحتاجها الوزارات المختلفه فهيقدم من خلال البوابه دي؟ طيب خلينا اقول لحضرتك، هو فكره انه مفيش تعيين يعني نحتاج الى اعاده تدقيقها. تمام. ليه؟ لانه في تعيين احنا عاملين دايت، اللي عامل دايت احمد بيه بياكل مش كده؟ طبعا. عشان طبعا يعيش، لكن ما يقدرش يحرم نفسه تماما. عجبني التشبيه جدا يا فندم، هايل، اشكرك جدا يا فندم. فاحنا عاملين دايت فيما يتعلق بالتوظيف، لكن تمام. هل الدوله فيها اعلانات وظائف؟ الاجابه نعم، الاجابه نعم. هايل. عايز اقول لحضرتك لذا الدوله انشات بوابه الوظائف الحكوميه. بوابه الوظائف الحكوميه بيتم فيها كافه الاعلانات اللي تتعلق بالجهات الحكوميه المختلفه. ولو حضرتك دلوقتي لو بصينا على البوابه هتلاقي 120 جهه عامله اعلان. كويس تمام؟ الاعلانات دي يقدر الزميل او الزميله طبقا للجهه يقدر كمان يقدم اونلاين، علشان ظروف كورونا والحاجات دي كلها ما يروحش بقى بنفسه ويطلع اوراق لا، الحاجات كلها يقدر يعملها اونلاين. احنا عندنا يعني في وظائف قياديه جهات كتير عندها اعلانات عن وظائف قياديه، يعني عايزه تعين قيادات. والقيادات انت عارف حضرتك سيادتك الاعلانات عن الوظائف القياديه مسموح لمن هم من داخل الجهاز الاداري ومن خارج الجهاز الاداري ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمه للتقدم للاعلان. تمام. عندنا كمان وظائف للتقدم لاول مره اللي هو بيسموها انتري ليفل، اللي هو الداخلون الجدد للجهاز الاداري للدوله. على سبيل المثال حاليا عندنا وزاره الموارد المائيه والري عامله اعلان على 238 مهندس هيخلص التقديم له يوم 5/8. عندنا كمان ده تعيين يا فندم، يعني هيدخلوا مسابقه ويدخلوا امتحانات من مهيكنه تماما، مفيش تدخل بشري فيها على الاطلاق، والنتائج بتطلع اوتوماتيك. وعندنا مثلا على سبيل المثال مصلحه الجمارك عامله اعلان للتعاقد على 1000 في مختلف التخصصات. فاقصد ان الاعلانات موجوده ولكن بقدر. نحن نحدد الاحتياجات اولا، واذا ما كان هناك ثمة احتياج حقيقي زي ما بيقولوا كده بالنفر. تمام. النفر يا احمد بيه. هل بيخش يا فندم الساده الوزراء او الجهات المعنيه، حاجه تقول اكتر من 120 جهه عامله اعلانات، هي اللي بتخش على البوابه وبتحط الاعلان ولا بيخاطب مع حضرتك وحضرتك اللي بتحط له الاعلان؟ الناس صراحه ما اتفرجت على البوابه وشكلها المنظم والسهوله كمان في التعامل معاها من قبل الساده المواطنين اللي هيخشوا يتعاملوا، شغل محترم جدا ومنظم جدا. مين اللي بيقوم بطرح الاعلان؟ انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الاطراء، وبشكر زمايلي في الحقيقه، زمايلي في الجهاز هم اللي بيرجع لهم الفضل ده كله. تمام. لو اذنت لي، الجهه احنا بنسمح لها انها تطلب الاعلان وتقدر تحط الاعلان، بس الاعلان يعني وي هاف تو ابروف ات، لابد من الموافقه عليه من الجهاز لانه يظهر. فهو الاعلان بيبقى الطلب من الجهه، ولكن لابد من الجهاز ان هو يسمح بظهور الاعلان طالما متوافقه فيه كافه الشروط وكافه الاشتراطات القانونيه وايضا كافه الموافقات تم اخذها قبل طرح الاعلان. معلش يا معالي الوزير، كل المواطنين بيسمعوا هيخشوا على البوابه، هي اليات التقديم للوظيفه بتكون من قبل الجهه اللي حاطه الاعلان ولا من قبل حضراتكم؟ المتطلبات يا فندم من قبل الجهه اللي بتحط الاعلان، لكن من الناحيه القانونيه لابد ان نتاكد ان هذا الاعلان غير مخالف للدستور وغير مخالف للقوانين بتاعه الدوله. اذا المراجعات كلها من قبل حضراتكم؟ لا يا فندم، الاعلان نفسه والشروط من الجهه هي اللي بتحطه، لكن احنا كعين زي ما حضرتك بيقول احمد دي عين على عين، بنتاكد ان مفيش مخالفه للدستور. تمام. برضه من الملفات المهمه اللي حضرتك شغالين عليها هو ملف الترقيات، وممكن الملف ده كان شائك لفتره طويله في الدوله وبيخضع لمعايير كتير، حضراتكم حطيتوا المعايير بقى المختلفه اللي فيها مزيد من الشفافيه اللي تقدروا بيها ترقوا فعلا الناس. نعم فندم. طبعا قانون الخدمه المدنيه احمد بيه، لو نوضح للناس، قانون الخدمه المدنيه اختلف شويه عن قانون 47 لسنه 78. تمام. قانون 47 لسنه 78 كانت الناس فيها درجات. كانت الناس درجات متسكنة على درجات، مثلا درجة ثالثة وبعدين درجة ثانية وبعدين درجة أولى. كان الموظف يقعد من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية يقعد 8 سنوات،
وكانت القرارات اللي بتصدر بالترقيات في الحقيقه ما كانتش منتظمه. صحيح. يعني كان ممكن يصدر بعد، تخيل حضرتك لو 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 الانسان مثلا واحد بقاله 15 سنه والقرار لسه ما طلعش، واحد زميله جنبه بقاله 8 سنين يترقوا الاثنين في نفس القرار، واللي ب 15 سنه تضيع من عمره 7 سنين ويبقوا على الاثنين على نفس الدرجه. فطبعا دي كلها ما انا قلت صراحه كان ليها بتخضع لاليات وشروط كده مالناش دعوه بيها، يعني ما رضيتش اسميها الصراحه انها يبقى بشكل منظم وفي شفافيه عندكم. كانت تحتاج الى تعديل، لهذا قانون الخدمه المدنيه لما جه قال والله احنا هنمشي المستويات. تمام. فمثلا الدرجه الثالثه التخصصيه بدل ما كانت الدرجه والناس تقعد لمده 8 سنين فيها، ده لو طلع القرار في الوقت المناسب زي ما احنا بنتكلم، لكن اصبحت مستويات. ففي عندنا المستوى الثالث جيم والمستوى الثالث ب والمستوى الثالث الف. البني ادم دلوقتي او زميل او زميله بيقعد 3 سنين فقط في المستوى، 3 سنين، فبالتالي في الثلاث سنين دول يحق ليه الترقيه بمرور المدد الزمنيه طالما كانت الاداءات بتاعته يعني تمام. القرار الترقيه احنا طلع مجلس الوزراء اللي انا بتقدم لمجلس الوزراء بكافه الشكر والتقدير على اهتمامهم بالحاله المعنويه والحاله الماديه للموظفين والجهاز الاداري اللي داير في الحقيقه، لان طلعنا احنا القرار 101 لسنه 19. لو تلاحظ احنا بقينا بقول لحضرتك كل 3 سنين. طبعا القانون الخدمه المدنيه طلع في 2/11/2016. صحيح. اول قرار ترقيه كان في 1/7/2019، يعني بعد 3 سنين بالظبط. تمام. طب والزملاء اللي كانوا ترقوا بعد كده بقى، فطلعنا القرار 65 لسنة 2020، وبعدين طلع القرار دلوقتي 265 لسنة 21. فالعملية أصبحت منتظمة تماما. وفقا يا فندم لآليات أكيد كل 3 سنين الموظف بقى يترقى من تلقاء نفسه، ولا بيبقى وفقا برضو لتقارير أو تقييمات من الجهة اللي شغال فيها أو من مديره مثلا؟ طيب خلينا في الحقيقة خلينا نفرق بين أمرين. فضل. بين الترقية بمرور المدة الزمنية اللازمة للترقية. تمام. وما بين النظام منظومة تقييم الأداء. احنا دخلنا بمنظومة تقييم للأداء بحيث ان التقارير السنوية والتقارير احنا عملنا منظومة تقييم أداء على أعلى مستوى. بتقيم الشخص بناء على الأداء وتقيمه بناء على السلوك. ومش بيقيمه رئيسه المباشر فقط كما كان في المنظومة القديمة، وإنما يقيمه رئيسه المباشر ورئيسه الأعلى. هايل. فالمنظومة والمنظومة أصبحت فيها عناصر كثيرة جدا جدا جدا، مش فقط العشر عناصر اللي موجودة حاليا. عشان ما نخضعش لأي هواء، بنخضع للتقييم فعلا الحقيقي. أحسنت. وكمان الموظف لازم يمضي على التقرير بتاعه، لأنه عشان يعرف إيه هي الحاجات اللي المفروض يشتغل على نفسه عليها. صحيح. عشان المنظومة دي لغاية ما تدخل بشكل كامل احنا ماشيين بالقرارات المتعلقة بتقييم بالترقية بمرور المدد الزمنية. تمام. الى ان تستقر المنظومة الانتقالية، لان المنظومة الجديدة دي لان عملناها فترة انتقالية. تمام. لغاية ما تنتقل ليها احنا واخدين بالراحة برضو على الناس عشان خاطر المنظومة الجديدة تبقى تتطبق بشكل شامل. طبعا. بس في نفس الوقت احنا يعني حريصين جدا جدا على الحفاظ على عمر الناس، وحريصين على الحفاظ على الحاله المعنويه للناس كلها. طبعا. فالترقيه يا فندم اللي بتتم بمرور المده، فاي حد موجود على راس العمل ما عملش مخالفات، ما لهوش اي ملف وظيفي محترم مظبوط يا فندم، يستحق هذه الترقيه. الترقية دي بيستحق عليها حافز مادي مقداره 5% من الأجر الوظيفي. هايل. وفقا للقانون الخدمة المدنية. صح. مظبوط. وكمان بندفع بالشباب إنهم يبقوا في قمة الجهاز الإداري، لأن بالطريقة دي كمية الشباب اللي اترقوا أنا عايز أقول لحضرتك كثيرة جدا جدا، فهتصبح المجموعة اللي يقدر يختار منها السلطات المختصة تقدر تختار منها هتبقى عارف مساحة واسعة. صحيح. بدل ما أنت دلوقتي محصور في عدد قليل تختار منه القيادات، لا هيبقى عندك عدد أكبر. ليه يا فندم؟ لأن قرارات الترقية 101 وال65 و265 عملت حاجة ما اتعملتش من سنة 98 اللي هي إيه سيادتك؟ إنه احتفظت بالمدد المتبقية بعد الترقية، يعني أنا لو ما ترقيتش بقالي 4 سنين. تمام. بترقى مطلوب أترقى إمتى؟ في 3 سنين. تمام. يبقى أترقى 3 سنين ومعايا سنة كمان طالع بسنة. هاي. يعني طالع بالباقي. واخد حقي واخد حقي حضرتك. بالظبط كده، عشان يبقى ترقيتي اللي جاية بعد سنتين. هتبقى السنة القديمة زائد السنتين. طب لو واحد بقاله 5 سنين ونص هيترقى وهيبقى له 2.5 سنين.
وهكذا. هو يا فندم التنقيات دي عملت حاجتين حلوين قوي لو انا فاهم صح، يعني ان هي ادت الموظف حقه المعنوي والمادي، وادت المساحه لضخ دم جديد تحت، يعني ان يبقى في تحت في حاجه زياده. مظبوط يا فندم. اضف الى ذلك، طب الزملاء والزميلات، دي الجديد بقى في القرار 265 احمد بيه، مهم جدا ان احنا نقول للناس عليه برضه. القرار 265 ده قرار ترقيه لسنه 21. طب الزملاء اللي وصلوا لقمه الهرم التنفيذي، اللي وصلوا الى الدرجه الاولى الف، يعني هم خلاص وصلوا ووصل الى درجه كبير طبقا للقانون الماضي، نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ما خلاص هو وصل لاخر حاجه. تمام. يعني في الجامعه عندنا مثلا اخر حاجه استاذ، طب بعد استاذ هيروح فين؟ استاذ هو وصل لقمه الهرم الاداري. هنا الدوله قررت ان تدي حافز لكل من وصلوا الى قمه الهرم التنفيذي الهرم الاداري، في حده الادنى 100 جنيه وفي حده الاقصى 150 جنيه. تمام. دي حاجه برضو جديده طبعا. وبمناسبه الشباب يا فندم، دي حاجه مهمه جدا. انا شايف واضح كده مثلا لو اتفرج على الصفحه الفيسبوك بتاعت حضراتكم او اتفرج على الموقع، واضح ان حاجه ضخ شباب كتير بفكر جديد متطور. في الحقيقه الجهاز المركزي للتنظيم والاداره كنسخه من الجهاز الاداري للدوله، وزي مصر كلها مليء بالكفاءات، في كثير من الاكفاء في الحقيقه. تمام. ويعني وانا يعني برضو مره ثانيه بحيي كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وبحيي زملائي وزميلاتي في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الجهد اللي بيبذلوه في الحقيقة. يعني أنا عايز أأكد أحمد بيه مع حضرتك إنه الدولة بتعمل كل ما في وسعها للموظف الحكومي، بس في نفس الوقت إحنا بنناشد كل الموظفين الحكوميين وبطلب من زمايلي كلهم. أنا هسلم عليك معالي الوزير، هروح حالا بس نستمع ليه أذان العصر وأرجع أكمل مع حضرتك مرة تانية. هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، ولسه في ضيافتنا على الهاتف دكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، بندردش مع الوزير عن تفاصيل كتير خاصه بنقل الموظفين للعاصمه الاداريه وتدريبهم، وتعرفنا على كيفيه شكل التدريب وعدد ما تم تدريبهم حتى الان والمواصفات والحزم المختلفه اللي بيقوم عليها التدريب، بالاضافه كمان للوظائف الحكوميه اللي بيتم اعلانها من خلال البوابه الوظائف الموجوده في الجهاز، وممكن المواطن يخش ويقدم سواء وظائف لاول مره او اي من الجهات اللي بتقدم الاعلانات على البوابه. وصلنا كمان للاشكال الترقيات المختلفه سواء الترقيات بالمده او الترقيات وفقا لتقييم الاداء. وصلت مع الوزير لنقطه مهمه جدا، وهو شكل من اشكال الاستعانه بالشباب، شكله عامل مزيج ما بين الخبرات والشباب، وده انا شفته كمواطن عادي وانا بتفرج على الصفحه الرسميه مثلا الفيسبوك للجهاز او من خلال الموقع. يا معالي الوزير برحب بحضرتك مره ثانيه. دكتور صالح مع حضرتك يا فندم. توقفنا يا فندم، بعتذر طبعا لاذان العصر، ولكن نرجع لحضرتك مره ثانيه. وكنا متوقفين على شكل من اشكال المزج اللي حضرتك عامله ما بين الخبرات داخل الجهاز وما بين الضخ بدماء جديده من اجتهاد الشباب. انا كنت لسه بقول لحضرتك احمد بيه انه الجهاز المركزي للتنظيم والاداره كعينه ممثله للجهاز الاداري للدوله، والجهاز الاداري للدوله كعينه للشعب المصري كله. صحيح. الشعب المصري والدولة المصرية مليئة بالكفاءات والأكفاء في الحقيقة. تمام. وأنا يعني بأكد وبأكرر شكري لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة اللي بياخدوا مصالح المواطنين واللي بيشوفوا شغلهم زي ما الكتاب بيقول في الحقيقة، وبشكر زمايلي في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كعينة من دول. احنا في الحقيقة يعني عندنا على الصفحة الرسمية زي ما حضرتك ذكرت في مجموعة من الشباب الموجودين متاحين دلوقتي بيجاوبوا على الأسئلة للزملاء في أي وقت، بنحاول نساعد الناس كلهم. وبالمناسبة يعني ربما ناس كتير أو متعرفش أنا بدخل برضه وبجاوب على بنفسك يا فندم. احنا عاملين مجموعة كده وأنا معاهم ومنهم وبنجاوب فعلا على الأسئلة المتعلقة بكافة الزملاء والزميلات في الجهاز الإداري للدولة. بتبقى الاسئله ايه يا فندم؟ بس اكيد في اسئله استفزت حضرتك اللي انت تخش تجاوب بنفسك او عايز توضح الصوره بنفسك، بتبقى شكل الاسئله ايه مثلا؟ لا في كتير، يعني في كتير في كتير جدا، يعني زملاء وزملات بيسالوا ليه النهار عن حاجات مختلفه، على حاجات الترقيه مثلا على سبيل المثال. زملاء بيسالوا طب امتى، احنا في الحقيقه بعد قرار الترقيه ما طلع احنا شغالين دلوقتي على حاجه اسمها القواعد التنفيذيه، القواعد التنفيذيه اللي بتشرح بقى للجهات ينفذوا ازاي. طبعا. وبعدين ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم هنطلق اللي هو الابلكيشن. فالابلكيشن ده اللي هو التطبيق اللي يقدر مجرد ما يدخل شويه بيانات بسيطه يعرف اذا كان هو مستحق الترقيه ولا لا. هي. بدل ما يروح الاداره بتاعته ويقولوا له طب لما نحسب لما نشوف، لا احنا عاملين تطبيق
طرحناه في سنه 19 وطرحناه في سنه 20. فالزملاء دلوقتي مثلا كلهم بيسالوا فين التطبيق فين التطبيق. طبعا طبعا بنقول لهم طب يعني الاسبوع اللي جاي احنا خلاص بنجهز فيه عشان نطلقه وبنعمل التستنج زي ما حضرتك عارف طبعا. طبعا فطبعا بنعمل عليه الاختبارات اللازمه بحيث ان احنا لما نطلقه لانه الاف بيدخلوا عليه في الحقيقه فاحنا يعني بنرد عليهم. من الحاجات اللطيفه جدا جدا زميل من الزملاء اتذكر اتصل بينا الساعه كانت 2:30 يوم الخميس ليله الجمعه هو اجازة بس مش مراعي من حضراتكم عمال يقول يا بشر يا بشر ردوا علي يا بشر ردوا علي حد فيكم رد. فالمهم انا رديت على سيادته فبعدين بقول له يعني عايز ايه من البشر الساعة 2:30 يوم الخميس ليلة الجمعة. فقال لا انا كان عندي سؤال بقول له انتوا بتعملوا ايه؟ قلت له تفتكر دلوقتي الناس كلها بتعمل ايه؟ قال انا والله قاعد في المستشفى والوقت مش عارف ايه فحبيت بس اسال بعض الاسئله. قلت له اتفضل حضرتك ممكن نجاوبك. هو قاعد في دردشه مع اصحابه بس لازم حضراتكم موجودين 2:30 بقى ده ملوش دعوه. بالظبط لهذا احنا عندنا ان شاء الله باذن الله تطبيق احمد بيه هنطلقه وشغالين عليه هي. بس مع نهايه السنه ان شاء الله عندنا حاجه اسمها بالاي اي بالذكاء الاصطناعي عندنا يعني مولوده جديده اسمها كلمه انسان الي ذكي ان شاء الله باذن الله هيتولى الرد على كافه الاسئله والاستفسارات. هنطلقه لما ينتهي ده هيدي سرعه ودقه في الرد. اكيد يا فندم اكيد اثرت يا فندم يبقى عندك تقرير شهري بتحطه كمان بمنتهى الشفافيه على الصفحه يعني مع حضراتكم شغالين والتقييمات موجوده لاداء حضراتكم والشغل داير خلاص ليه بتحط تقرير شهري طول الوقت الناس تشوف دوركم بيحصل فيه ايه؟ احنا يا فندم كان الهدف من التقرير ده ان احنا نيسر على الناس احوالهم نيسر على الناس يعني بشتى الطرق وبقدر الامكان. دلوقتي حضرتك لك معامله مثلا في الجهاز المركزي للتنظيم والاداره مش عارف المعامله دي حضرتك خلصت ما خلصتش فبتضطر بقى تتصل بحد وتشوف حد مين وهكذا زي ما الاحوال الثانيه. فقلنا لا احنا كل ما ينتهي من دراسته الجهاز المركزي للتنظيم والاداره نصدر به تقريرا شهريا والتقرير الشهري ده يوضع على صفحه الجهاز. التقرير الشهري لو انا في جهه اكس اي في اي جهه والتقرير قال ان الجهاز انتهى من دراسه الموضوعات المعينه في الجهه اكس لو الموضوع من موضوعات يخصني او الموضوع ده انا فيه كتسويه كتثبيت كاي حاجه تمام. ادخل برقم القومي قول لي موضوعي حصل فيه ايه هي. والله موضوعك تمت الموافقه عليه وبلغنا جهتك وبلغنا وزاره الماليه بتاريخ كذا يوم كذا. انتوا ماشيين فعلا يا فندم مع سياسه الدوله في التحول الرقمي خلاص مش هيفيش موظفين يتعامل مع موظفين انتوا بتنقلوا كل حاجه واحده واحده هايل واحده واحده بالظبط كده. فاصبح الموظف او الزميل او الزميله اللي له معامله داخل الجهاز مش لازم يجري ورا الحاجه بتاعته لا حضرتك انتظر لو ما خلصتش الشهر الجاي هتلاقيها الشهر اللي بعده لو هتلاقيها بس لازم كل ما يتم انجازه داخل الجهاز المركزي للتنظيم والاداره من معاملات نخرج بيه للساده الزملاء والمواطنين عشان ما حدش فيهم لا معلش عفوا انا مش عايز حد يجي من اسوان عشان يسال على الموضوع طبعا. مش عايز حد يجي من اسكندريه مخصوص زي ما كان بيحصل قبل كده عشان يسال على الموضوع لا حضرتك مش محتاج اكتر من غير انك تسال الزملاء على الصفحه وهم هيجاوبوك وشوف موضوعك ازاي او مجرد فقط حضرتك ادخل مع التقرير الشهري وشوف ايه اللي حصل في الموضوع بتاع حضرتك. ملفات معالي الوزير بقت كتيره قوي عدد موظفين الجهاز بقى وقاعد الاداريين اللي شغالين مقضيين كل اللي حضرتك بتتكلم فيه ده؟ الزملاء يعني احنا شغالين ليل نهار لان المنظومه دي منظومه اونلاين زي ما انت حضرتك عارف فبيدخلوا من خلال موبايلاتهم بيدخلوا من خلال احنا مدين بعض يعني مدين الزملاء دول مدينهم لابتوب ومدينهم اي بي ان عشان يقدر يدخل بيه ويقدر يدخل من اي مكان يا فندم ويقدر يجاوب على الاسئله بتاعت الزملاء والزميلات ويقدر يساعدهم. انا عارف بعض الزملاء والزميلات من اصحاب المصلحه بيبقوا معذورين في الحقيقه واحنا يعني شكرا بس احنا نفسنا كمان يعني يبقى في يعني تقدير للجهود التي تبذل من اجل انه نقدم خدمات افضل للزملاء والزملات في الجهاز الاداري للدعم. لا طبعا يا فندم كل التقدير لشغل حضراتكم وده دورنا كمان بقى كاعلام ان احنا نسلط الضوء على مجهود حضراتكم مجهود المتطور والمجهود والله اللي بيتم فعلا في كل الملفات اللي اشتغلتوا فيها. بشكر حضرتك جدا دكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره على وقت حضرتك ووجودك معانا وعلى كل التوضيحات اللي حضرتك وضحتها وفي انتظار بقى زياره من حضرتك كده تكون موجود معانا على الهواء ضيف ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله احمد بيه انا بشكرك حضرتك مره ثانيه وبشكر روزماري هاني وبشكر كل السادة المستمعين وبتمنى لهم كل الخير. شكرا لفندم.
بنشكر طبعا دكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره. يمكن من الاجهزه اللي الناس مش شايفه شغلها، بس هي لا هو ليها دور كبير جدا. يعني المواطن العادي الجهاز التنظيم والاداره هو بيعمل ايه؟ كان لازم يوضح هو بيعمل ايه، وخاصه في شغل واداء الدوله الجديد، سواء بقى في تدريب الساده الموظفين انها تنقل العاصمه الاداريه، سواء في بوابه الموظفين، سواء في الترقيات، في كل الملفات دي ممكن يكون الشغل ده بيخلص والمواطن مش عارف هو مين اللي بيعمله. ممكن يكون الموظف المحتك بالجهاز هو اللي عارف، عشان كده ده دورنا فعلا احنا كنا نسلط الضوء على الجهاز ونعرف شغل ازاي. والراجل صراحه متطور جدا في ادائه، وعامل صفحه على السوشيال ميديا للفيسبوك، صفحه رسميه تقدر تخش وتشوف تقاريرك وتشوف موضوعاتك، وعامل الموقع وعامل البوابه، ولسه هيعمل كمان ابلكيشنز التطبيق، هنشوف بقى كمان هينزل على اندرويد وعلى اي او اس ويبقى موجود ازاي، فعاك تقدر تخش تشوف خدماتك كلها ازاي. فهو ماشي الصراحه مع التحول الرقمي وماشي مع الفكر المتطور، سواء بين الساده الموظفين اللي داخلين جوه من الفكر الشبابي او من الخبرات اللي موجودة. 1-90-9 رقم الاسماء.